12 سنة 1918 سعد زغلول وعلي باشا فهمي وعلي شعراوي إلى المعتمد البريطاني السيروينج ليعرض مطالب مصر المشروعة في الاستقلال. كان هذا الرد الذي ألهب مشاعر المصريين وأكد أن في مصر شعب أبي عندما قال له إنك لا تمثل إلا نفسك. فكنا أمام 3 مليون تفويض في شعب كان عدد السكان في ذلك الوقت 11 مليون ولم نكن أمام تكنولوجيا حديثة عشان تنقل الخبر وبسرعة، إنما التوكيلات 3 مليون اللي في الوثائق المصرية موجودة بتؤكد أن في اعتقال سعد يوم 8/3/1919. فكانت الثورة الأم، الثورة الكبرى، ثورة 19، الثورة التي ما زالت حتى هذه اللحظة مجال ومحل تحليل وتفسير كثير من المؤرخين، ليس في مصر وإنما في جامعات كثيرة من العالم، ليعلموا ويتعلموا الوطنية، وطنية المسلمين، وكيف أن إرادة المسلمين في ثورة 19 ومن هذا البيت العريق بنقل ويقف التاريخ أمامه طويلا أمام ثورة 19.